السلام عليكم. طبعا قبل ما نبلش بالفيديو والخبر، اتمنى الكل يحط لايك للفيديو. اذا تريد الفيديو يصعد ويشوفه غيرك ويستفاد منه غيرك، يا ريت انه تحط لايك للفيديو حتى يصعد الفيديو. راح اعطيكم وقت هسه تحطوا اللايك. اللي يريد قناه التليجرام ننشر بها الاخبار العاجله والمهمه اسرع من اليوتيوب، رابطها راح اثبته لكم باول تعليق. انزل للتعليقات واشترك بقناه التليجرام، وايضا حساباتي فيسبوك وانستغرام اللي يحب يتواصل وياي يلقيني مثبتات باول تعليق، ويا ريت انه تحطوا لايك للفيديو. طبعا انسجاما مع مطالب المتظاهرين وحفاظا على أمن المحافظة، جاء هذا الإعلان من قبل محافظ بابل حسن منديل، اللي هي أول محافظة تعلن عطلة رسمية غدا الثلاثاء. محافظة بابل تعلن عن عطلة رسمية ليوم غد الثلاثاء. طبعا اللي يريد أخبار أكثر، وإذا محافظة أخرى نشرت عن عطلة رسمية راح نشرها لكم أكيد، فياريت أن تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيهات.